أكد رئيس حزب عهد 54 علي فوزي ربعين اليوم في تجمع شعبي بولاية تيبازا، أكد على ضرورة اجتماع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة الاقتصادية داعيا إلى تحقيق إقلاع اقتصادي، وذلك يضيف بتنويع الاقتصاد خارج المحروقات مع الاستثمار في قطاعي الفلاحة والسياحة. المشكل تاعنا ماهوش على البرميل، قال اليوم البرميل سقط، البارح كان الله يبارك 120 دولار بالمير، واليوم راه 40 وغدوة يولي 30 وربما يحبط للستة. التخوف تاعنا ماهوش هذا، البرميل يطلع ويهبط شغله. المشكل تاعنا ما هي الميكانيزمات اللي نقدروا نوضعوها في بلادنا باش حتى كي نخرجوا من أزمة نخرجوا، ندخلوا في أزمة نخرجوا منها. هاو النقاش الجوهري، هاو المشكل لعهد 54 راهو يتكلم عليه.